قد جاءوا فبدوا كالنهر المنسابي جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري فاجزهم الجنة يا باري. كيف نصلي؟ أولا تكبيرة الإحرام، أتوجه إلى القبلة قاصدا بقلب الصلاة ولا أنطق بلساني، فلا أقول نويت أن أصلي الظهر مثلا، فالنية محلها القلب، ثم أرفع يدي إلى شحمة الأذنين. ثانيا أقول الله أكبر. ثالثا أقرأ الفاتحة وسورة قصيرة. رابعا الركوع، أركع وظهري مستوي ثم أقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. خامسا أرفع من الركوع معتدلا قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. سادسا السجود، أسجد مكبرا الله أكبر واضعا جبهتي وأنفي وكفي وركبتي وأصابع رجلي على الأرض وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. سابعا الجلوس بين السجدتين، أعتدل جالسا مع قولي الله أكبر واضعا الكفين على الركبتين وأقول اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني. ثامنا أقول التشهد، التحيات لله والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. تاسعا السلام، ألتفت يمينا وأقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم ألتفت يسارا وأقول السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم أطيب الأعمال. لا تنسوني بالدعاء أحبائي الصغار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.